السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم بكل خير. معكم محمد بخاري من قناة شركة بروجع العقارية. اليوم عرضنا لكم جميل وبسيط في نفس الوقت، عبارة عن شقة غرفة وصالة مساحتها 80 متر في منطقة بيليتلي، شقة داخل مجمع سكني. طبعا المجمع السكني هذا فيها بعض الخدمات من ضمنها مواقف سيارات، عندنا ألعاب أطفال بالإضافة إلى جلسات عائلية، وأيضا عندنا مسجد في داخل المجمع. طبعا هي في منطقة بيليتلي، عبارة عن تقريبا فوق 20 بناية مرتبة صراحة، وقريبة عن مطار طرابزون على بعد فقط من 3 إلى 5 دقائق تقريبا. تفضل معنا نشوف الشقة بالتفصيل. طبعا وصلنا الآن أمام باب الشقة، مثل ما انتم شايفين عندنا الغاز الطبيعي واصل المنطقة، وهذه خدمة مميزة لأنه الغاز الطبيعي يستخدموها في تدفئة الشقة، أيضا في تسخين الماء، بالإضافة إلى غاز الطبخ زي ما تعرف. طبعا عندنا هنا جهاز الانتركوم عن طريق الكاميرا، بالإضافة أنه عندنا تمديد الإنترنت اللي هو الفايبر، السرعة سريعة تكون ما شاء الله. على يد اليمين مباشرة عندنا دورة المياه الأولى، طبعا الشقة فيها دورة مياه واحدة وهي الرئيسية. عندنا هنا المغسلة بالإضافة إلى نظام تدفئة دورة المياه، وعندنا الكلوزيت بالإضافة إلى مروش تقدروا تشوفوا بالتفصيل. طبعا المساحة تقريبا 80 متر مربع، غرفة وصالة. المدخل صراحة شرح مثل ما شايفين، هذا باب المدخل، يعني عندنا منطقة واسعة خلف الباب ممكن نحط فيها دواليب للعبي والأحذية. طبعا الأرضيات فيها باركيه درجة أولى ما شاء الله تبارك الله، تناسق الألوان جميلة. الأبواب مثل ما انتم شايفين خشبية أيضا. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا هي عبارة عن غرفة وصالة، مثل ما انتم شايفين مساحتها كبيرة وشرحة. عندنا سرير طبعا مزدوج، بالإضافة إلى دولاب فيها 6 أبواب تقريبا، بالإضافة إنه عندنا هنا تسريحة جميلة. أيضا مثل ما انتم شايفين عندي مساحة جيدة يعني للمشي، ومساحة واسعة وشرحة. تفضل معنا. طبعا هنا الصالة مثل ما انتم شايفين، عندنا المطبخ نظام الأمريكي المفتوح على الصالة، تمديد الغاز الطبيعي واصل، جهاز الكومبي أيضا راكب. طبعا هذا الجهاز هو اللي نقدر نتحكم فيه أو من خلاله في تدفئة الشقة وتسخين الماء. مثل ما انتم شايفين الشقة مؤثثة بالكامل، أثاث بسيط وجميل. شقة تحتاج إلى ستائر فقط. طبعا احنا في الطابق الأرضي مثل ما ذكرت لكم. خلونا نشوف المطبخ أيضا، عندنا الثلاجة موجودة. المنطقة هذه فاضية، نقدر نحط فيها غسالة المواعين أو نحط غسالة ملابس على المطبخ. الأجهزة تقريبا متوفرة، عندنا هنا العيون طبعا واصل لها الغاز الطبيعي، بالإضافة أنه عندنا هنا الشفاط. الألوان أيضا فيها جيدة وجميلة صراحة. هذا باختصار الشقة، عبارة عن غرفة وصالة في الطابق الأرضي في منطقة بيليتلي داخل مجمع سكني. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. في نهاية هذا الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا دائما الأسعار والتفاصيل موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ولا تنسوا تتابعونا وتشوفوا فيديوهاتنا الجديدة.